بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين صلاة وسلام بإحسان إلى يوم الدين. أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي، نلتقي في حصة جديدة من حياتنا كلنا، مادة الفيزياء. إن شاء الله هيكون لقاءنا النهاردة لحل مجموعة من أسئلة بنك المعرفة. تاني يا شباب، احنا توقفنا عن شرح الجديد شوية، ماشيين في منهجنا كويس، بقينا كم حصة صغيرة كده، ولكن ولادي طلبوا عشان الامتحان التجريبي مجموعة اسئلة، وان شاء الله هنحاول باي وسيلة كمان نوصل لكم اخطاء. النهاردة هيكون ان شاء الله خطأ القياس، وباذن الله الحصة اللي جاية نكون مع بعض في حل معادلات الابعاد، وبعد كده نرجع بقى للمقذوفات وللسقوط الحر. ان شاء الله امتحان حضرتك هيكون لغاية نهاية الكميات القياسية المتجهة، ده بالنسبة للامتحان التجريبي. امتحان نهاية السنة ان شاء الله هيكون معانا لغاية نهاية قانون نيوتن الثالث مع استبعاد قانون نيوتن الثاني الترم الثاني ان شاء الله. نتوكل على الله ونبدأ. بسم الله. النهاردة هنحل أسئلة خطأ القياس الموجودة في بنك المعرفة المصري، وإن شاء الله أنا جايب لكم عدد كبير جدا من الأسئلة، وربنا يسهل ويكون معانا وقت نقدر نحل أكبر كمية ممكنة من الأسئلة. نبدأ الأول كده نفتكر مع بعض قوانين الخطأ في القياس قبل ما نحل أسئلته. طيب، أول حاجة الخطأ المطلق. الخطأ المطلق ده يتحسب ازاي يا مستر؟ الخطأ المطلق احنا كلنا عارفين دلتا اكس اللي هي الاكس دوت ناقص اكس، وطبعا بيطلع لي قيمة بالموجب والسالب. طيب نشوف الخطأ النسبي. الخطأ النسبي تمام، اللي هو الار اللي هو النسبة بين الخطأ المطلق والقيمة الحقيقية، النسبة بين دلتا اكس واكس دوت اللي هي الار دلتا اكس على اكس دوت. طيب ازاي نحسب قياس غير مباشر؟ اتفقنا ان ده بيتوقف على العلاقة الرياضية، يعني في البداية انا بحسب الخطأ المطلق والنسبي لكل كمية لان القياس غير مباشر اكتر من كمية، وبعدين بعد كده بجمع الخطأ المناسب، وبعدين بنتوكل على الله كده ونجيب القيمة الحقيقية، ومنها بنعوض في العلاقة بتاعتنا ونعرف اذا كان مطلوب دلتا اكس تبقى ار في اكس دوت، لو R يبقى دلتا X على X دوت، لو X دوت يبقى دلتا X على R. قوانين قدامنا في عادة الحلقة، ياريت حضرتك تكتبها تاني، وعايزك كده في الإعادة إن شاء الله، وانت لا ده أنا مش عايزك تسمعنا مرة، الأسئلة بتاعت النهاردة تستاهل إن انت تسمعها 100 مرة بصراحة. لا ده لا غرور مني ولا تشكيل في نفسي، الحمد لله رب العالمين، ده بالعكس انا اجتهدت عشانك، ونفسي ان شاء الله كده ربنا يجزيني عنك خير. طيب نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم مع اول سؤال. اول سؤال ايه ده؟ أي التعريفات الآتية هو التعريف الصحيح للقيمة المعيارية أو الفعلية للكمية؟ مستر أسامة بيسألنا نظري، وإحنا حد مصدر لنا كده إن كل أسئلتنا وكل حاجة عندنا هي عبارة عن قوانين وعبارة عن حل وعبارة، صح والله هي الفيزياء كلها قوانين وكلها حل وكلها، ولكن هو حضرتك لو مش عارف القيمة المعيارية هتعرف تحل؟ طيب احنا بقى عندنا بنك المعرفة المصري بجماله كده راح حطت لنا تعريف او حطت لنا سؤال على التعريف. سامع واحد من ولادي بيقول والله ما لقيته في ولا كتاب، انا بدور اهو في الكتب. طب تعالى بس نشوف الاختيارات بتاعتك الاول. بيقول لي لا الاختيارات يا شباب انا ما بقولش ده التعريف،
هي احدث قيمة مقيسة للكمية. مش عارف انا, انت مقتنع بالكلام ده؟ انا مش مقتنع. طب نشوف غيره. هي قيمة الكمية عند قياسها اول مرة؟ لا برضو. طب هي قيمة الكمية التي لا تتغير بسبب خطأ القياس؟ طب نشوف الاختيار اللي بعده وبعدين نبقى نتكلم. هي القيمة المقيسة الأكثر تكرارا عند قياس الكمية؟ طب نشوف اللي بعده. هي متوسط القيم المقيسة للكمية؟ طيب ارجع كده شوف الاختيارات. واحد من ولادي رسالة كده بيقول ايه يا مستر, احنا دلوقتي ما خدناش الكلام ده, ما عداش عليا التعريف ده, هو انتوا بتجيبوا لنا حاجة من بره المنهج؟ لا والله من بره المنهج ولا حاجة. امال انت بتحل مسألة خطأ القياس ازاي؟ بتحلها ازاي وانت مش عارف تميز بين الكمية المعيارية او القيمة الحقيقية والكمية المقاسة؟ طيب فكر كده, مين ده, مين من دول يدل على كمية معيارية؟ انا قلت لك فعلا الاسئلة تستاهل النهاردة ان شاء الله ان حضرتك تعيدها بعد البث مرة واثنين وتلاتة وتطلع من الاسئلة المعلومات الحلوة اللي فيها. هتلاقي اسئلة سيمبل جدا, اسئلة بسيطة جدا ولكنها مفيدة ليك جدا. احدث قيمة؟ لا طبعا كلام مش مظبوط. هي قيمة الكمية عند قياسها اول مرة؟ اول ولا عاشر, احنا مالنا. لكن ركز اكس دوت قيمة حقيقية. انا عندي خطأ مطلق كبير, عندي خطأ مطلق صغير, عندي خطأ نسبي كبير, عندي خطأ نسبي صغير. مهما كانت الاخطاء المطلقة او الاخطاء النسبية اللي موجودة, في النهاية خالص الكمية المعيارية لا تتغير بتغير خطأ القياس. اذا انا شايفها الاختيار ثلاثة. طب نشوف كده هيقول لنا ايه. والله صح, انا صح وانت صح, الحمد لله, معلومة جميلة يا شباب. يبقى تاني حط لي بقى تعريف لكمية المعيارية. طبعا هي قيمة الكمية التي لا تتغير بسبب اخطاء القياس. نيجي للسؤال اللي بعده. في احدى التجارب كانت سرعة الموجات الصوتية على سطح الارض عند مستوى سطح البحر عند درجة حرارة 21 درجة سليزيوس تساوي 340 متر على الثانية. اوجد قيمة الخطأ النسبي المئوي في القياس باستخدام القيمة المعيارية التي تساوي 344. وطبعا بيقول لي قرب اجابتك لاقرب منزلة عشرية عشان اذا كان في كسور ما تبقاش كتير. شايف واحد بيقول ياه كل دي مسألة ودخل روحه في متاهة. حبيبي انا طلبت ايه يا جماعة؟ فكر دايما, فكر دايما بكيفية الحساب ازاي. انا لما باجي احسب اي كمية فيزيائية بحسبها من خلال المطلوب, وانا بفكر في المسألة بفكر في المطلوب. انت عايز ايه؟ انا عايز خطأ نسبي. تمام, والخطأ النسبي ده عبارة عن ايه؟ طب نرجع للحظات كده ونشوف تاني السؤال اللي قبله. الخطأ النسبي عبارة عن دلتا اكس على اكس دوت. اذا لو رجعت هنا للسؤال, انا عايز دلتا اكس على اكس دوت. طيب فين دلتا اكس؟ هو مديني قيمة معيارية, يعني مديني قيمة اكس, قيمة اكس دوت, ومديني قيمة مقاسة, مديني الاكس, والدلتا اكس هي اكس دوت ناقص اكس. طيب نشوف كده مع بعض. يلا ده الاختيارات. ايه ده بقى؟ بيقول لي 2.1 الاختيارات قدامنا اهي. طب ما تيجي نحل الاول. انا عايز الار, ار بتساوي ايه؟ دلتا. على فكرة انا بديك, بحاول اديك فرصة ان انت تحل بايدك. جربت؟ طب واحد بيقول يا مستر مديني 21 درجة سليزيوس ليه؟ وبيقول لي عند مستوى سطح البحر ليه؟ وبيقول لي كلام جميل. لو احنا قعدنا نتكلم في الحوار ده هننسى الموضوع الاصلي.
يا جماعة المسألة ما هي إلا موقف حياتي. يعني إيه؟ يعني هي مجموعة من المعطيات المحيطة بيك، مش شرط تستخدم 100% من المعطيات، ولكن الشرط إن أنت تطلع المطلوب. يبقى تعال نشوف كده، قبل ما أختار لازم أحل المسألة. وأنا النهاردة عملت لك حاجة ظريفة، إن مع الاختيارات حليت لك المسائل. R دلتا X على X دوت، ودلتا X X دوت ناقص X على X دوت، يبقى ال R القيمة الحقيقية اللي هي تمام 344 ناقص 340 على 344، طلعت لي تقريبا. واحد هيقول لي لا 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 لا، أنا كانت طلعالي 0.0116 أرقام بعد كده، يعني 1 و1 و6. يا جميل، تعلم رياضة تاني. أنا قلت لك قرب، وما 5 فما فوق بتدي اللي قبلها 1 زيادة، يعني كده تبقى 12 من 1000. بس هو بيقول لي في صيغة إيه؟ ها، في صيغة النسبة المئوية، خطأ النسبة المئوي، يعني نسبة مئوية. معنى كده أن أنا أعمل إيه؟ يعني أضرب الرقم ده في 100، وبالتالي تطلع 12 من 1000 في 100، يبقى 1.2%. يشوف كده اجابتنا صح ولا غلط. ايه جميل. طيب يشوف السؤال اللي بعده. يلا، في تجربة كان الضغط الجوي المقيس على سطح الارض، على سطح الارض عند مستوى سطح البحر تساوي 101,075. الرقم ده كله تمالك قيمة الضغط الجوي بالبار. 1.13 من 1000 في 10 سالب في 10^5 بار. حبيبي ليه احنا بندخل روحنا في متاهة ملهاش لازمة؟ ليه انت بتضيع نفسك في متاهة مش ليها لازمة؟ انا دلوقتي مديك قيمة للضغط الجوي، قيمة مقيسة وقيمة معيارية، والله انا مش محتاج حتى اقراهم، بس اعرف مين ده ومين ده. عرفت ان الرقم الاول الطويل ده هو عبارة عن القيمة المقاسة اللي هي الاكس، وعرفت ان الرقم الثاني ده هو عبارة عن القيمة المعيارية اللي هي تمام اكس دوت. وبالتالي هو انت طالب ايه؟ طالب الخطأ المطلق، يبقى دلتا اكس اللي هي اكس دوت ناقص اكس تحت في المقياس. طب نشوف اختياراتنا. شفت بقى الاجابة؟ قلت لك انا هحلها لك. ومعلش انا اسف على السرعة في الاسئلة، لان الاسئلة كتير. انا مجهز لك ان شاء الله النهاردة اسئلة فعليا كتير، فنحاول نستفيد باكبر عدد منها. دلتا اكس اكس دوت ناقص اكس. شوف انا مش قاري الارقام، لكن الآلة الحاسبة هي اللي بتحسبهم. في النهاية خالص طلع لحضرتك ايه؟ ايوة 250 بار. خد بالك انا هنا في غلطة صغيرة قدامي. ايه هي؟ ان لازم تبقى طالما خطأ مطلق لازم يعبر عنه بموجة وسالب. طيب نشوف اللي بعده. يلا السؤال الاجابة لسه ظاهرة قدامنا، هي لسه احنا ما كناش اخترنا يا اخوانا. بنقرا السؤال من غير اختيار. طب يلا السؤال اللي بعده. في احدى التجارب قيست عية الجاذبية الارضية عند سطح الارض فكانت 99% متر على الثانية تربيع. أوجد الخطأ المطلق في القياس باستخدام القيمة المعيارية 9.81 متر على الثانية تربيع. مديني تاني قيمة معيارية وقيمة مقاسة، وطالب ايه؟ طالب خطأ مطلق. ايه ده يا مستر؟ معقولة الأسئلة بالسهولة دي؟ هو معقولة ان حضرتك ما سمعتش كلامي لغاية دلوقتي، ودخلت على التاب بتاعك، فتحت المذاكرة الرقمية بعد عن طريق الايميل موحد، كنت مسجل خلاص الايميل؟ لا طبيعي، طالما امتحاننا دلوقتي يبقى اكيد كلنا سجلنا الايميلات بتاعتنا. يبقى حضرتك ادخل على التاب من خلال المذاكره الرقميه، هتلاقيه فاتح لك بنك المعرفه. اختار اي ماده عندك، ما بقولش الفيزياء بس، واختار الاسئله. ايوه، وادخل بقى عندك الدروس بتاعتك، عيش معاها، اتعلم كده صح. بلاش تعليم التلقين والحفظ تاني،
لان في النهايه خالص بنيجي قدام مساله سهله زي كده وانتوه. طب نشوف بقى اجابتنا. ادي الخمس اختيارات. مش شايف حد حل. ايوه سمعت واحد بيقول لي يا مستر دلتا اكس بتساوي مقياس اكس دوت ناقص اكس. شوف كده المستر اسامه مجهزها لك اهي. دلتا اكس بتساوي مقياس اكس دوت ناقص اكس. اكس دوت اللي هي 9.81 ناقص اكس اللي هي واحد. قال انا كتبتها دلتا جي جي دوت ناقص جي. شايف ايه بس ما لو انت كاتباها كده. ايوه يا مستر ينفع حبيبتي انا مالي. انا قلت لكم ما تكبرش حاجات صغيره وتسيب المهم ما تتشتتش. خلاص طلعت 11 من 100 متر على الثانيه تربيع. طب ليه هنا انا حطيت وحده قياس هناك في الخطا النسبي ما حطيتش وحده قياس؟ تمام لان في الخطا المطلق هو له نفس وحده القياس لانه ناتج من طرح. اما الخطا النسبي بينتج من اسمه وبالتالي وحده قياس البسط بتروح مع وحده قياس المقام. نشوف هل اجابتنا صح؟ فعلا. طيب نشوف السؤال اللي بعده يلا. اي مما يلي يمثل الصيغه الصحيحه لقياس لقيمه ار اذا كانت القيمه المعياريه اكس دوت والخطا المطلق دلتا اكس. ايوه دكتور امير بيقول لي معقوله بتضحك عليا كده يا مستر؟ مين امير ده؟ مالكمش دعوه انتوا يعني. لا طبعا يا شباب اسماء معظمها افتراضيه او بناء على الرسائل اللي بتجيلنا. ده عشان تصحصح بس حضرتك معايا بس امير رسائله كتير. اي مما يلي يمثل الصيغه المعياريه الصحيحه يا امير؟ ها ايوه انا عارف ايده بتجري وبتكتب وبيقول لي انا مش شايف الاختيارات بتاعتك يا مستر. حطيت لك اختياراتك يا سيدي. ايه عايز تحل ولا عايز تختار؟ طب ما تيجي نختار مع بعض كده. نسحب الماوس اهو. ايوه انا سامعك بتقول لي دلتا اكس على اكس دوت طلعت صح. ايه الجمال ده؟ يلا شفت الفيزياء حلوه ازاي؟ انت فيزياء ممتعة بس اللي عايز يحل. يلا سؤال. ياه كل ده سؤال. قيس بالشبر بقى يا سيدي. افهم السؤال الاول. تعال نقراه كده يا راجل. الراجل بيقول لي ايه؟ بقول له يا مستر انا عبال ما اقراه هكون نسيته. ليه 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 حضرتك عبال ما تقراه تكون نسيته؟ معناها ان انت مش صاحي. ركز كده وطلع كل معطى ورقتك على ورقتك على جنب. يلا اصحى معايا وامسك قلمك في ايدك وطلع معطياتك ونبدا نحلها. ينتج عن جهاز تجريبي لقياس عجله الجاذبيه خطا مطلق مقداره 4 من 100 متر على الثانيه تربيع. يستخدم الجهاز على كوكبين مختلفين. يبقى تاني يا شباب هو بيديني خطأ مطلق. الجهاز ده يستخدم على أكثر من مكان ولكن هو بينتج خطأ مطلق 4 من 100 متر على الثانية تربيع. يبقى الدلتا اكس عندك 4 من 100. أدي أول معطى. وبعدين بيقول لي القيمة المعيارية لعجلة الجاذبية على أحد الكوكبين دي قيمة معيارية يعني اكس دوت يعني جي دوت يعني جي زيرو يعني جي نود. اصل احنا بنمسك في حاجات صغيره قوي ونسيب المهم. القيمه المعياريه او الحقيقيه لاحد الكوكبين 3.72 من 100 والكوكب الاخر 8.87 من 100. اوجد الفرق بين قيمتي الخطا النسبي المئوي في قياس عجله الجاذبيه الارضيه على كلا الكوكبين بواسطه الجهاز. قرب اجابتك لاقرب منزله عشريه. الراجل بيقول لي ان الخطا المطلق 4 من 100 ومديني قيمتين حقيقيتين بس على كوكبين مختلفين ومش طالب ار ولا طالب دلتا اكس. ده طالب الفرق في الار. هو اقرا كده
اوجد الفرق. ها يلا بعد اهي اقرا معايا. اوجد الفرق بين قيمتي الخطا النسبي المئوي في قياس عجله الجاذبيه الارضيه على كلا الكوكبين. عايز الفرق. طب نشوف اختياراتنا ونشوف الحل بتاعنا. ظهرت اختيارات ما اعرفش لهم. ايوه اوعى تكون بتهبد، اوعى تكون بتقول اي كلام وخلاص، لازم تحل بايدك يا شباب. في عادة الفيديو لو سمحت امسك كل مسألة من دول بعد اذنك، اظهر المسألة، اوقفل بس، حل بايديك، ارجع شوف الحل بتاعنا وتأكد ان حلك صح. هو ده التعليم الصح، ان انت تبدأ بنفسك مش بي. انا اديت لك قاعدة، حليت قدامك مسألة، دورك بقى وريني. طيب شوف كده الاجابة. ايوة ده الحل. بس لو سمح حطلنا الحل، قال لنا ايه؟ دلتا ار بتساوي ار واحد ناقص ار اتنين. مستر وليه مش ار اتنين ناقص ار واحد؟ بسيطة حبيبي، اعملها ار اتنين ناقص ار واحد. على فكرة مش فارقة كتير، هي هتتغير الإشارة، وإحنا اتفقنا هنا الفرق سواء بالزيادة أو بالنقص، أنا بجيب الدلتا بس، زيها زي الدلتا إكس. الدلتا آر، آر واحد اللي هي الدلتا إكس واحد على إكس دوت، وآر اتنين اللي هي الدلتا إكس اتنين على الإكس دوت. طبعا الدلتا إكس واحدة. أيوة وريني بقى كده. أربعة من مية على تلاتة اتنين وسبعين. 4 ناقص 400 على 887 طلعت كام؟ طلعت 6 من 1000. 6 من 1000 هو ده القيمة الصح؟ أيوة صح، بس بشرط هو عايزها كنسبة مئوية، يبقى لازم أعمل إيه؟ أضرب في 100. يعني تقصد تطلع 6 من 10%. طب نشوف كده، نعلم على الإجابة مع بعض ونشوف هي صح ولا غلط. تصدق أخضرت؟ مش أنا بقول اللون الأخضر حلو من يومه؟ طيب ان شاء الله تبقى ساعتنا خضرة كلنا باذن الله. يلا يا محترم نقرا السؤال. اي مما يلي يمثل الصيغه الصحيحه لقيمه الخطا النسبي للقياس ار بمعلوميه القيمه المعياريه اكس دوت والقيمه المقيسه؟ كلنا عارفين ان ار دلتا اكس على اكس دوت، صح؟ ايوه يا مستر. طيب ايه رايك بقى لما نشوف كده الار بمعلومية الاتنين؟ ايه المشكلة يعني؟ واحد بيقول لي طب ما احنا لسه حلين بيها مسألة من شوية. ايوه هو ده بقى الولد الصاحي. حلناها ازاي يا محترم؟ افتكر كده؟ طب ايه رأيك؟ ارجع بالبس انت شوية. ارجع بالبس شوية. ارجع شوفها وارجع لي تاني. ايوه كانت ايه؟ ار بتساوي دلتا اكس على الاكس دوت، وعوضنا عن الدلتا اكس بقيمتها اللي هي مقياس اكس دوت ناقص اكس، يبقى الار مقياس اكس دوت ناقص اكس، القيمه المعياريه الاكس دوت ناقص اكس على الاكس دوت. طيب تعال نشوف الاختيارات كده الاول. طبعا انا بظهر الاختيارات بسرعه عشانك، لان انا عارف ايديكوا جريت وعايزين تختاروا قبلي. نضغط على الاختيار. ها نضغط على الهون. ايوه اول اختيار يعني تقصده. طب نجرب كده. الله جميل، مش بقول لكم اللون الاخضر لون الخير. يلا يا شباب نشوف السؤال اللي بعده. في تجربه كانت كثافه الماء النقي على الارض عند مستوى البحر عند درجه حراره 0 درجه سليزيوس تساوي 995.3 كيلوغرام على المتر المكعب. أوجد الخطأ النسبي المئوي في القياس باستخدام القيمة المعيارية 1000 كيلوغرام على المتر مكعب. إيه ده بقى؟ إيه يا عم؟ أنا عايز خطأ نسبي. مديلك قيمة حقيقية وقيمة مقاسة. هتعرف تجيب الخطأ النسبي؟ آه أكيد يا مستر. هتجيبه إزاي؟ هتجيبه إزاي؟ ده هي لعبة يا مستر. لعبة؟ آه والله. آر دلتا إكس على إكس دوت. واحنا لسه عاملين القانون اللي فات ار مقياس ايوه اكس دوت ناقص اكس على الاكس دوت. تعالى يلا نشوف الاختيارات، انا بسبقك عشان وكنت مستني حضرتك
تكون حلتها خلاص، ايدينا تاخد عليها بقى، حفظتها حفظنا. انت بتكره الحفظ؟ لا انا مش بكره الحفظ، بدليل اخوانا الحفظ هو ارقى درجات الفهم، بس حفظ بدون فهم انا مش عايز اقول التعبير المناسب ليه، فهم بدون حفظ ده استهبال. انا فاهم مش حافظ، فاهم مش حافظ، طب نفذ كده وريني، لا مش عارف انفذ، يبقى مش فاهم حاجة. انت ما تدورش حجج لنفسك. طبعا انا بتكلم معاك، الولد الذكي خلصها حلها قبلي، تعال نشوف الحل بقى. R X dot ناقص X على ال X dot 1995.3 × 1000 طلعت 47 من 10000، اضرب فيه 100 تطلع 47 من 100. هو عايز اقرب منزلة عشرية واحدة، يعني عايز اقرب رقم عشري، يبقى 5% 5 من 10%. طب نشوف كده، يعني نضغط عليها تظهر على طول زي. طب نشوف اللي بعده، اذا كان الخطأ النسبي في قياس مساحة 320 متر تربيع هو 3 من 10. في واحد بيقول لي انا تهت مع الالفاظ. تهت ليه؟ عشان اتكتبت المساحة الاول قبل الخطأ النسبي، هو ناطق الخطأ النسبي في البداية، تمام. صياغة المسألة انا ممكن اكون معترض عليها او شايف ان الصياغة مش سليمة 100%، ولكن ما تتوهكش ولا حاجة، لان الخطأ النسبي ليس له وحدة قياس. المساحة مساحة وحدة قياسها متر تربيع، انا واحد من الناس بتعرف على اي كمية من خلال وحدة القياس. شفت كده؟ بيقول لي احسب الخطأ المطلق. فاكر القانون اللي في اول الحصة خالص؟ طيب بالله عليك كده بعد ما البث يخلص على طول ارجع للاعادة، وان شاء الله اخواتنا يرفعوا لنا الحصة عن قريب على اليوتيوب، وتكون معانا نبص نلاقي الموضوع سهل قوي. ارجع لها في اي مصدر، انا اللي يهمني يا ابني ارجع للقانون ووصل له القانون اللي انت كتبته، تمام. هو عايز مين؟ هو مديني ايه؟ المساحة، ومديني الخطأ النسبي، وعايز خطأ مطلق، عايز دلتا اكس ار في الاكس دوت. هو انا لازم لما يديك مسألة تقعد صفحتين تحل فيها وتتعقد بارقام ملهاش اي صنف اللازمة؟ يا اخوانا صعوبة المسألة عمرها ما كانت صعوبة ارقام. في بعض المسائل شفناها في بعض الكتب والبعض الزملاء، المسألة مبسطة جدا ولكن ارقامها، انت بتعاقبني بالارقام؟ ما هي الآلة الحاسبة هي اللي بتحسب، انا ما ببصش لرقم بقى. اوعى تخلي الرقم يشككك في نفسك، لكن انت هنا ارقام امتحانك هتبقى بنفس البساطة اللي قدامك دي يا شباب. يبقى هنا نشوف اختياراتنا وبعدين نبقى نشوف الحل. ظهرت الاختيارات قدامك؟ الدلتا اكس بتساوي تقصد ار في الاكس دوت. طب نشوف كده هل الحل ده صح؟ دلتا اكس بتساوي الار في الاكس دوت اللي هي 300 في 320. ايوه موجب وسالب، هي دي دلتا اكس. انا قلت لك السلايد الاولانيه كان فيها، انا اللي غلطان. لازم لما تكتب اي كميه او اي قيمه مطلقه، اي خطا مطلق، لازم تعبر عنه بالعباره موجب او سالب. طب نكمل مع بعض لو سمحت ونشوف اجابتنا صح ولا غلط. لا ما شاء الله اجابه صح. طب نشوف السؤال اللي بعده. يلا محترم، اي القياسات الاتيه للزمن هي الاكثر ضبطا؟ مش فاهم. لا انا هفهمك كلمه صغيره ودي انا مش هحلها، انا هسيبك تحل على ورقه، هظهر لك دي الاختيارات. اكثر ضبطا يعني ايه؟ اكثر ضبطا يعني اقل في القيمه، لا
مش الخطأ المطلق، أقل في قيمة الخطأ النسبي. بص يا جماعة، احنا لما كنا بنشرح في البداية في خطأ القياس كنا قلنا أن في خطأ القياس عندنا حاجة مهمة جدا لازم نركز عليها، أن الخطأ النسبي هو أكثر دلالة من الخطأ المطلق. طب ليه يا مستر؟ ببساطة خالص، الخطأ النسبي يدل على نسبة الخطأ إذا كان كتير أو قليل، أما الخطأ المطلق فهو لا يدل على نسبة الخطأ، إنما يدل على مجرد قيمة مطلقة. يبقى ابني وبنتي كده مطلوب من حضرتك تعمل ايه؟ مطلوب مني يا مستر ان انا اقيس او ان انا اقيس اي كمية واتأكد مع بعض ان انا اجيب كمية الخطأ المطلق بتاعها كل شوية، الخطأ المطلق، وبعد كده اجيب منه الخطأ النسبي، ومن الخطأ النسبي والخطأ المطلق نعمل ايه؟ اقل خطأ مطلق، اقل خطأ نسبي، يبقى هو افضل قياس. طب اشوف كده، طبعا انا سبتك شوية عشان توريني انت وصلت لايه. يلا نشوف. الله، طبعا احسب ار لكل واحدة دلتا اكس على اكس دوت، هتلاقي ان اقل ار هي الخاصة باسمة 1/100 × 5.2. طب نشوف السؤال اللي بعده يا اخوانا. على فكرة انا تعمدت ان احط سؤالين وهم مش تعمد مني بصراحة، هم موجودين في ورقة التدريب على بنك المعرفة بنفس الترتيب، واعتقد انها لتأكيد الفكرة. قيس كتلة صندوق عدة مرات، اي قياسات الاتية اكثر ضبطا؟ يلا نشوف. اسيبها لك تحلها. اسيب؟ طب استنى شوية. لا مش مستني. ما عنديش وقت، عايزين نشوف السؤال اللي بعده. حضرتك في الاعادة لو سمحت عدها تاني ووقفها، ما تستناش الاجابة وحل. وقلت لك تاني، اكثر دقة في القياس هو اقل خطأ نسبي. هو الراجل بيقول لك ايهما اكثر ضبطا، يبقى ايهما اقل في الاخطاء النسبية. مين؟ تحسب كله بقى، هتلاقي تبص تلاقي دي هي اقل قيمة في الخطأ النسبي. نكمل يا اخوان. تقاس كتلة جسم باستخدام ميزان ووجد انها 15 + 3/10 كيلو جرام. اذا نوع القياس هو، والنسبة المئوية للخطأ في القياس تساوي. أيوة يا واد محمد، على طول قال لي دلوقتي مستر القياس ده قياس مباشر. ليه مش غير مباشر يا محمد؟ دي كتلة باستخدام ميزان يا مستر، يعني كمية بأداة واحدة. برافو عليك والله يا ابني. إذا كانت كمية واحدة بأداة واحدة يبقى اسمه قياس إيه؟ مباشر. طيب تمام، القياس المباشر هو هنا طالب النسبة المئوية دلتا إكس على إكس دوت اللي هي الآر. يبقى تعالى بقى نشوف كده، أدي الاختيارات بتاعتنا وأدي الحل، آر دلتا إكس على إكس دوت. طيب طلعت 2/100، 2/100 في 100 تطلع 2. طب هل 2 بقى انهي قياس، انهي اختيار في الاثنين اللي فوق، المباشر ولا غير مباشر؟ نضغط هنا ولا لا؟ ايوه ولادي قالوا لي اضغط على المباشر، نضغط كده صح. برافو عليك. يلا، في تجربه وجد ان الخطأين المطلق والنسبي في قياس الكتلة جسم، هي مدين الخطأ المطلق ومدين الخطأ النسبي يا اخوانا. الخطأ المطلق اللي هو بيساوي 3 كيلو جرام، والخطأ النسبي اللي هو بيساوي 2%. عايز القيمة الفعلية، عايز الاكس دوت، عايز الام دوت، تجيبها ازاي بقى؟ والله شكلك هترجع للبداية كتير. ما كتبتش القوانين قدامك ليه؟ انت اللي غلطان. انا استندك في الاول تكتب القانون. على اي حال، بمجرد ما الحصة تنتهي
ارجع تاني، ارجع تاني لبداية الحصة وانقل القوانين من بدايتها، وبرضو منتظر اسئلتك. نشوف كده. انا عايز هنا مين؟ عايز اكس دوت، واحنا كنا بنقول ار دلتا اكس على اكس دوت، يبقى الاكس دوت هي الدلتا اكس على ار. طب تعالى نشوف. ايوه يوسف صح كده، تمام يا ابني. ودي يوسف قال لي تطلع 15، هو حلها. اشوف انا حلي بقى. ايوه اكس دوت بيساوي دلتا اكس على الار 3 من 100. استنى يا مستر، ده دي 2%. ايوه يا حبيبي 2% يعني 2 على 100. مش احنا قلنا عشان احولها من نسبه مئويه الى نسبه مئويه كنا بنضرب في 100، يبقى هنا نرجع اقسم على 100 عشان ترجعها للاصل. طلعت 15. طب نشوف اختيارك صح ولا غلط يا يوسف. يوسف بيقول لي عيب يا مستر ده حلك انت. حبيبي انت حليت قبلي. طيب يلا يا شباب، اي مما يلي يمثل الصيغه الصحيحه لقيمه دلتا اكس؟ اذا كانت القيمه المعياريه اكس دوت والقيمه المقاسه اكس. معقوله؟ معقوله البساطه دي يكون شكل سؤال؟ معقوله يا مستر تقصد ان احنا نقول دلتا اكس بتساوي مقياس اكس دوت ناقص اكس؟ اه والله اقصد كده، بس انا ما شفتش الاختيارات لسه معاك اهو. ايه رايك؟ ايدي تجري فين؟ اضغط على مين في دول؟ ده اكس دوت ناقص اكس. طب نجرب. والله اتضرب برضو. شايفين يا جماعه الموضوع سهل ازاي؟ طيب نشوف سؤال كمان، يلا بسرعه معايا. معلش احنا وقتنا قرب وهنستاذن اساتذتنا بس في 5 دقايق تاخير مع اولادنا نستفيد باكبر عدد من الاسئله. تستخدم مسطره محدده بعلامات تفصل بينهما مسافات مسافه مقدارها سنتيمتر واحد لقياس قلمي رصاص متماثلين كما هو موضح بالشكل. فين الشكل الاول؟ تمام. حط مسطرة عشان يقيس طول قلمين. ما طول القلم الرصاصي الواحد الأقرب نصف سنتيمتر؟ يعني أقرب 5 من 10، يعني عشان يبقى القياس قدامك باين قوي. والله أنا شايف إن طول الأولاني قريب جدا من 9.5. بص لها كده. ما هو ده قلنا استخدام أداة قياس. طيب هل القياس ده ما فيهوش خطأ يا مستر؟ أكيد في خطأ، ما فيش قياس بنسبة 100%. ويا شباب يعني هنحاول مع بعض إن شاء الله نشوف كمان قياس للقدمة وشرح بعد كده إزاي تستخدم القدمة ذات الورانية. وهحاول لو هعملها حصة كاملة على طلبات بعد أولادنا ما عنديش مشكلة، بس يعني نخلص منهجنا بس. إحنا إن شاء الله هيخلص منهجنا وهنراجع كتير وهيكون عندنا وقت قبل الامتحانات نراجع براحتنا خالص. ولو هنزود حصص انا مستعد، بس ربنا يسهل. نكمل الاول نشوف كده. انا شايف ان هو 9.5. طب نشوف الاختيارات بس الاول. يا نهار ابيض، اول اختيار طلع 9.5. طب ما نضغط عليه ونجرب كده. احنا الناس بنشوف يعني. طيب نشوف السؤال اللي بعده. ايه ده؟ نفس السؤال تقريبا؟ لا. ما طول القلمين معا؟ واحد قال لي طب ما السؤال اللي فات بيقول لي 9.5. خد بالك اصله بيقول لك قرب لاقرب نصف سنتي، اذا كانت سنتي كامل او نص. بشوف كده انا شايف السن ده اقرب ل 19. يعني لو هي 18.8، اذا هي 19، احنا بنقرب. طب لو 18.7 كنا خدناها. طب انا خدت الاولاني على انه 9.5، يبقى التاني طبعا فارق حوالي ملي. خد بالك. طب يا مستر
هو احنا بقى في الامتحان هنخمن؟ لا، في الامتحان يا حبيبي هو عمره ما هيجيب لك اختيارات قريبة قوي. تعالى بس احنا هنا نشوف الاختيارات بتاعتنا بس. ملاحظ الاختيارات عاملة ازاي؟ الاختيارات ما قاليش 19 و 18 و 18 ونص، لا، ما حطكش في متاهة. انت قلت القلم الواحد 9 ونص، اذا القلمين بقوا كام؟ 19. باينة قوي، مش هيحطيني في متاهة الا اذا كان جايب ارقام واضحة او جايبها باستخدام قدم ذات رجلين. طيب نشوف. تمام، طلع 19. سؤال كمان اهو. هو بس ملحوظة يا ولاد، في طبعا في استخدام ادوات القياس، جه حد قال لي يا مستر انا مسكت ولقيت بعض الحاجات كده في اخطاء القياس خاصة بورقة احد ورقات التدريب الموجودة على بنك المعرفة، بعيدة قوي عن منهجنا، ما سمعناش عنها قبل كده. قلت له يا ابني انا والله انا رجعت لنفس الورقة لقيتها محتوى اضافي، محتوى اضافي ينمي مهاراتك، لكن انت مطالب بمنهجك، تطبيقات منهجك. وهنحاول ان شاء الله على قدر استطاعتنا، لو وقتنا بس ما يهربش منا، ان شاء الله نحاول ناخد اجزاء من المحتوى ده كمان. بص كده، هو الراجل قايس لي طول ورقة طلعت 8.7 × 14 سنتي، عايز المساحة. تحسب المساحة ازاي؟ ايه ده؟ تقصد طول العرض؟ طب نشوف بس الاختيارات بس الاول وبعدين شوف القصة دي ازاي. يا نهار ابيض، اوعى تفتكر ان انا مدرس رياضة بسألك، لا، انا سحبت رجلك لتحويلات وحدات القياس من غير ما تحس. مش انا، اسئلتك انت اللي موجودة على التاب بتاع حضرتك اللي جاية من بنك المعرفة اللي هو مصدر الاسئلة بتاعتك. هو الراجل هنا ضحك علينا، ادانا المعطيات بالسنتي وطلب الناتج بايه؟ بالمتر، وبالمتر المربع. خد بالك لان هنا مساحة مش هتبقى سنتي متر مربع. ايه بقى اللي انت عملته ده يا مستر؟ تعال نتكلم فيها مع بعض. المساحة هي الطول في العرض، تمام، ضربنا الطول في العرض جبناها بالسنتي متر. وبعدين سنتي متر الى متر كنا بنضرب في 10 سالب 2. مستر عايزين مراجعة تحويلات؟ حاضر. والله يا ابني انا ما نسيت رسالتكم، وهحاول ان شاء الله بقى مع اول شرح نبدأ في شرحنا الجديد، ولكن في منهجنا الجديد خلاص هتكون امتحنت ان شاء الله يوم السبت اللي جاي، وهنحاول باذن الله يوم الحد نعلق تعليقات خفيفة كده على بعض الاسئلة الامتحان اللي ان شاء الله نقدر نوصل لها مع بعض. وإذا كان في حاجة فكرتها جديدة تشرحها مع بعض، ونرجع بقى لمنهجنا الجديد أو نستكمل منهجنا. احنا وقفنا خالص بعد معدات الحركة. خد بالك أنا جبت المساحة هنا بالسنتيمتر إيه؟ المربع. وبعدين سنتيمتر مربع، سنتيمتر إلى متر في 10 سالب 2. طب سنتيمتر مربع إلى متر مربع، تمام كده، يبقى نضرب في 10 سالب 4. ليه يا مستر؟ قال لي عشان انا بربع 10 سالب 2، كل اس 2 تبقى 10 سالب 4. يبقى، وعلى فكرة والمكعب بقى، لو سنتيمتر مكعب الى متر مكعب تضرب في 10 سالب 6. شفت الناتج اللي قدامك؟ طب يلا نضغط عليه كده، يمكن مستر اسامة يكون غلط. الحمد لله طلع صح. طب ما يلا يا شباب نشوف سؤال كمان بسرعة. أوجد الفرق بين النسبة المئوية للخطأ في القياسين. إيه ده يا مستر؟ ده كان فيه سؤال نفس السؤال، بس التاني كان أنت بتجيب الآر بداية السؤال بتاع عجلة الجاذبية. هنا يا إخوانا تكرار فكرة السؤال في أوراق التدريبات دي ميزة مش عيب، ده ميزة كبيرة جدا، إن حضرتك تتدرب على الفكرة اللي هي جديدة بالنسبة لك، بعد كده لما تجيلي فكره مشابهه ما تلبخش. افرض هو قال لي اوجد الفرق بين الاخطاء المطلقه، بس بشرط يكون ليهم نفس وحده القياس. افرض هو اداني اخطاء نسبيه وقيم حقيقيه وقال لي اوجد الفرق بين القيم المطلقه.
اداني خطأ نسبي وخطأ مطلق وقال لي اوجد الفرق بين القيم الحقيقية، يبقى اجيب القيمة الحقيقية الاولى والتانية واطرح. شفت العملية بقت سهلة، بقت ايد واحدة وهو نفس القانون. يلا نشوف اختياراتنا بقى. طب نبص على الحل. R دلتا X نفس الحل، اختلف ارقام اتدربت عليها نفذها. عيد البث تاني ولو سمحت حلهم بايدك. نشوف كده. طبعا هضرب القيمة دي في 3 دي 3 100. مستر اصلا بتطلع معايا 2 مش حبيبي خلاص دماغك كبرت عن كده. انت بقيت راجل بتدرس فيزياء، يعني راجل تعرف يعني ايه تحويلات وحدات قياس ويعني ايه تقريب. قلنا تاني اقولها تاني وكأنك طالب ابتدائي، اذا كانت القيمة 5 فما فوق بتدي اللي قبلها 1، اقل من 5 بتحذفها ويبقى التقريب بيساوي القيمة اللي قبلها. طيب نشوف الاجابة، المفروض كده 3%. تمام. ايه ده، انا قلت لكم اسئلة كتير، قلت لكم اسئلة كتير، يعني انتوا كل اللي خدتوه دلوقتي تقريبا ما يقرب من 20 أو 25 سؤال، لكن فعليا مجهز لكم كتير جدا. ان شاء الله يا شباب هنوزعهم الحصة اللي جاية كلها بإذن الله. اي العبارات التالية تصف بشكل صحيح كيف يؤثر خطأ الصفر في القياس على صحة ودقة القياس؟ ايه خطأ الصفر ده بقى؟ يعني ان حضرتك فاكر كده المسألة اللي جبناها في الحصة اللي فاتت اللي هي قياسات الطول، او السؤال اللي جبناه في قياسات الطول هي الحصة اللي فاتت، الحصة اللي فاتت على طول يوم الحد، وكنت حطيت لك سطر او خط بتقيسه مسطرة بس ما بتبدأش من الصفر. ايه اللي حصل؟ تمام، اصبح في خطأ صفري وبالتالي بيؤثر على دقة القياس، بيسبب الخطأ. هناك كان في قياس الطول كان القياس الفعلي كان اقل من القياس الحقيقي، بس هنا نشوف كده الاختيارات. اسف على السرعة يا شباب بس عشان الوقت. بيقول لي يقلل من صحة القياس، اكيد طبعا اكيد كده القياس غلط. الخطأ الصفري يقلل صحة ودقة القياس. لا يا اخوانا، الدقة مبنية على الجهاز نفسه. ان حضرتك دقة القياس اللي هي اختيار اداة مناسبة. خطأ الصفر يقلل من دقة القياس، بس انا قلت لك تاني خطأ الصفر لا هو صحة، لكن الدقة بتعتمد على حاجات تانية اكتر، خاصة العوامل البيئية واختيار الادوات. خطأ الصفر لا يؤثر على صحة او دقة القياس. طبعا اكيد كلام، لا يوجد شيء يسمى خطأ صفري. لا ده هزار ده. شفت بقى الاجابة، خطأ الصفر دايما بيقلل من دقة عملية القياس. طيب سريعا ونخليه ان شاء الله اخر سؤال. اي العبارات التالية تصف بشكل صحيح اصح بمعنى ضبط، معنى ضبط القياسات؟ مستر ما سمعناش عنها قبل كده. عارف والله يا ابني، ولكن دماغك فين؟ ضبط عملية القياس اللي هو اجراء القياس بطريقة اقرب الى الصحة. طب نشوف الاختيارات بسرعة. القيمة التي تنتج عن القياس المضبوط هي نفس القيمة التي تنتج عن القياس عدة مرات؟ لا طبعا، عدة مرات دي عشان نقلل من خطأ القياس. كلما كان قياس الكمية أكثر ضبطا كلما كانت القيمة المقيسة أقرب إلى القيمة الفعلية، الكمية المقيسة. أعتقد ده قريب جدا من الصح. كل ما كنت أنت مظبوط في قياسك، كل ما كان بعيد عن الأخطاء، كل ما كانت القيمة المقيسة بتاعتك كانت أقرب للقياس الحقيقي. يجرى القياس المضبوط عند استخدام طريقة قياس صحيحة. القياس المضبوط ده يعني، ولكن اعتقد اثنين اصح. كلما كانت الكمية اكثر ضبطا كلما كان الفرق المتوقع بين القيمة المقيسة والقيمة المقاسة الاخرى لنفس الكمية اصغر. تمام، لا يمكن ضبط القياس. ازاي بقى الكلام ده؟ ها؟ امتى بقى يبقى ضبط قياس؟ هيجي واحد يقول لي طب ما هي 2 هي نفس 4. لا، هنا 4 بيقول لي فرق متوقع، لكن في 2
بيقول لي قيمة قريبة. أنا ما فيش حاجة اسمها أتوقع فرق في القياس، ما فيش حاجة اسمها أتوقع فرق مطلق. المفروض إني قلت لك من الأول إن الخطأ النسبي هو الأهم بالنسبة لي، اللي هو أو بالنسبة لحضرتك طبعا. إن شاء الله أوعدكم بوجود أسئلة وباستكمال الأسئلة اللي ما قدرناش نكملها النهاردة، وأنا مجمع لك إن شاء الله عدد كبير جدا 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 من أسئلة بنك الأسئلة وبنك المعرفة المصري. وإن شاء الله أشوفك على خير، تقابل الحصة اللي جاية. كان معاكم مستر أسامة محمد إمام، خبير فيزياء بإدارة غرب الزازية التعليمية. يا رب أكون نفعتكم. في النهاية أشوفكم على خير. السلام عليكم.